نظمت مؤسسة أبو هاشيمة الخير احتفالية بيوم اليتيم تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي. شارك في الاحتفالية عدد من الأطفال، وصل عددهم إلى 100 طفل من دور الأيتام بمحافظة بني سويف. طبعا انت عارف احنا تحت مظلة التحالف الوطني اللي انا دايما ممتن ان احنا انضمنا اليه، بيبقى فيه دايما مساعدات في حاجات كتير قوي، زي ما انا دايما بقول، زي البيانات. يعني مثلا على سبيل المثال لو احنا بنتكلم على ايتام بيزيد عددهم او الداتا بتاعتهم او حياتهم في ايه المشاكل اللي عندهم. طبعا التحالف ساعدنا جامد جدا في اكتساب البيانات دي، وطبعا ده واجب علينا وما نستحقش عليه الشكر، خاصه كمان ان احنا في شهر رمضان الكريم ودول اولادنا، واتمنى ان احنا نقضي معاهم يوم جميل يعني ان شاء الله. دي تاني سنه على التوالي ان يوم اليتيم يجي في شهر رمضان الكريم، فبيبقى الخير في اتنين مضروب في اتنين زي ما بيقولوا. الحمد لله احنا جايبين النهارده حاجه مختلفه، جايبين 100 طفل من بني سويف نحتفل بيهم هنا في القاهره في احد ملاهي الاطفال للالعاب، وفكره جديده جايين نقضي معاهم طول اليوم ان شاء الله، نلعب في الملاهي وبعد الفطار ان شاء الله قبل ما يسافروا هنوزع عليهم لبس العيد بمناسبه عيد الفطر، يعني كل سنه وانتم طيبين، وطبعا لعب الاطفال ونوزع عليهم حاجه العيد. يعني احنا النهارده عاملين يعني شكل مختلف للاحتفال بيوم اليتيم، عندنا مجموعه من الاطفال الايتام في احدى مدن الملاهي، عندنا برنامج بيبدا بجزء من الألعاب في مدينة الملاهي، ثم بعد كده هيكون في توزيع لملابس العيد. طبعا زي ما حضرتك عارفة احنا داخلين على عيد الفطر المبارك، كل سنة والشعب المصري والأمة العربية بخير. بعد كده هيكون في توزيع للألعاب، بعد كده هيكون في إفطار مع الأطفال، بعد كده هنستكمل البرنامج الترفيهي باللعب في الملاهي. طبعا احنا فكرة الأطفال الأيتام، احنا في مؤسسة أبو هاشيمة الخير وتحت مظلة التحالف عندنا أولوية للاهتمام بالأطفال الأيتام على مدار السنة، ولكن النهاردة يوم مختلف ويوم مميز للاحتفال بيوم اليتيم. السنة دي عاملين حاجة مختلفة، ده احنا جايبين الأطفال في مدينة الملاهي علشان يلعبوا ويفرحوا ويتبسطوا، وبعد كده بنوزع عليهم لبس العيد وعاملين إفطار جماعي. أهم حاجة إن احنا هم يلعبوا ويتبسطوا وإحنا معاهم عشان يحسوا دايما بالاندماج في المجتمع ويبقوا دايما يعني جزء لا يتجزأ منه، فرحتهم أهم حاجة عندنا.